اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نشاهدوا طريقه السحب من منصه باي بيت. يعني احنا كنا وضعنا في الباي بيت وضعنا السويت ايكونومي الخاص بنا، والان باش نقوم بعمليه البيع الى اليو اس دي تي، بعد ذلك من اليو اس دي تي الى الليتكوين، ونسحب على الفوست باي ولا اي منصه كانت، سواء باينانس سواء تراست وولت، اي منصه تدعم الليتكوين. علاش ننصح باللايتكوين؟ لانها اقتطاعاتها صغيره وصغيره جدا. باش نتعرفوا على كل هذه التفاصيل في الفيديو، ما تنساوش اشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح الانترنت من قناه عالم امين. واللي عنده اس اس ار وتسول يجي متواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بينا عالم امين على الفيسبوك، وحسابنا على الانستغرام والرابط القهوه في صندوق الوصف. الان نشاهدوا سعر عمله سويت ايكونومي في الكوين ماركت كاب كما قاعدين تلاحظوا، اقل من 3 سنت. هي يمكن وقت نزولها وصلت ل 5 سنت، انخفضت تقريب اقل من 35% كما غادي نشاهدوا. الحقيقه ما نعرفش ما هي الاسباب الانخفاض هذا والنزول، نتمنى انها ترجع. هو معناتها بعد كل نزول ثم ارتفاع وانفراج ان شاء الله، نتمنى ذلك باش نقوموا بعمليه البيع والتداول عبر هذه العمله. على كل الان باش نشاهدوا في منصه باي بيت. هذا اصدقائي هذا حسابي، واللي حاب يسجل في منصه باي بيت تلقاه في صندوق الوصف، كذلك في اول تعليق مثبت كنت مخلي مقاله، المقاله هذه فيها رابط التسجيل ومعلومات اخرى على هذه المنصه. على كل الان ما عليك الا تضغط على اكتف باش نشاهدوا العملات الخاصه بنا، وكما قاعدين تلاحظوا هذا رصيدنا، نضغطوا على سبوت باش نشاهدوا ماذا نملك في باي بيت الان. كما قاعدين تلاحظوا اصدقائي انا عملت ايداع 200 سويت ايكونومي. ما عليك الا تضغط على تريد وباش نحولوها الى اليو اس دي تي، يعني باش نقوموا بعمليه البيع. ما عليك هذه اشتري، احنا باش نقوموا بعمليه البيع يعني فوندر. كما قاعدين نشاهدوا اصدقائي ضغطنا على فوندر في هذا المكان، تخلي كم من عمله تريد بيعها مقابل اليو اس دي تي. احنا باش نجربوا فقط باش نوريكم الطريقه، انا باش نخلي واحده سويت فقط ونضغط على فوندر سويت. بعد ذلك تضغط على فوندر سويت مره اخرى باش تاكد العمليه، وكما قاعدين تلاحظوا صغير يكون كوميسيون يعني من دون اقتطاعات، وهذا شيء ايجابي في منصه باي بيت. نضغطوا على اكتيف ونضغطوا على سبوت باش نشاهدوا معناتها خرجت عمله كما قاعدين تلاحظوا اصبح عندنا 199 واليو اس دي تي اصبح عندنا 0.02، يعني تمت عمليه البيع بنجاح. الان اصدقائي باش نعملوا التداول من اليو اس دي تي الى الليتكوين. ما عليك الا تختار تريد وتضغط على اي عمله باش نتوجهوا الى منصه التداول. لكن كما تلاحظوا اصدقائي اليو اس دي تي اصبح عندنا 1.1، لاني انا بعد من الليتكوين الى اليو اس دي تي، لانه يعني عمليه التداول من اليو اس دي تي الى الليتكوين تتطلب على الاقل 1 دولار. على كل اصبح لنا الان 1 يو اس دي تي على سبيل المثال، انت بعد سويت ايكونومي ووصلت لك اليو اس دي تي 1 دولار تقدر تحولها الى الليتكوين. على كل تختار اي عمله بعد ما ضغطنا على التريدر وتضغط على مثال بي تي سي يو اس دي تي باش نوصلوا الى منصه التداول. سامحوني اصدقائي قبل ما ننسى، اللي عنده هاتف يقدر يعمل فيرسيون اورديناتور فيرسيون بي سي. في الاعلى على اليمين تضغط وتعمل نسخه الحاسوب، بتجيك بنفس هذه الطريقه. صحيح يمكن اغلبكم عندكم هواتف تلقاو صعوبه كونه انا نشرح من الحاسوب، فبالتالي تغيروها فيرسيون اورديناتور وتم العمليه بدون اي مشاكل. على كل احنا ضغطنا في هذا المكان والا وضعنا الفاره في هذا المكان، تكتب ال تي سي الليتكوين، احنا باش نحولوا من يو اس دي تي الى الليتكوين، وبعد ذلك تضغط على ال تي سي يو اس دي تي باش نقوموا بعمليه الشراء الان من يو اس دي تي الى الليتكوين. نخليو الخانه في الاش تي، وهذا الشريط نوصلو الى 100%. احنا في رصيدنا عندنا 1.10 يو اس دي تي، نوصلو الى 100% باش نشتري الليتكوين
مقابل اليو اس دي تي. كما غادي 3 دقائق باش يوصلنا 0.02 من عملية الليتكوين. نضغط على اش او تي ال تي سي ونقوم بإعادة التأكيد اش او تي ال تي سي، وتم عملية الشراء بنجاح. نضغط على اللوجو وباش نشاهدوا رصيدنا الآن. وكما غادي نشاهدوا الآن أصدقائي، رصيدي من اليو اس دي تي أصبح تقريب صفر وتحولت إلى الليتكوين. الآن ما عليك إلا تضغط على ريتري وإلا ويثرو أنت والنسخة بالفرنسية بالإنجليزية بالعربية، الفائدة الخيار الثاني، توصل إلى هذا المكان. أنا كنت شرحت في فيديو سابق وأخيرا الفيديو تلقاه في القناة أخيرا عملية بيع السويت سويت كوين في البايت بيت. تو نخلي لكم كذلك الفيديو في صندوق الوصف، كذلك في صندوق التعليقات. على كل، تضغطوا على أجوتي في هذا المكان وتخليه الوالت اللي انتم تحبوا، معناتها المحفظه اللي تحبوا توصلوا لها، يعني فوسيت باي باينانس تراست وولت الخاصه بالليتكوين. وهو بعد ما تخلي الوالت الخاصه بيك يقول لك معناتها اجلب الكود اللي موجود في البريد الالكتروني، كذلك في الجوجل اثنتيكيشن. انت باش تقدر تسحب يلزمك تعمل التاكيد بالجوجل اثنتيكيشن، كنت شرحته في فيديو اللي قلت لكم عليه، وتنتظروا 24 ساعة باش تقدروا تقوموا بعملية السحب. على كل، انا عملت العملية هذه واخذت الوالت الخاصة بي في الفوسيت باي اللي تخص الليتكوين. كيما قاعدين 3 دقائق فيريفيه، يعني نقدر نسحب عليها. والبلوكشين هو معناتها ال تي سي، ثم بلوكشين واحد في الباي بيت اللي يخص اللايتكوين، واقتطاعات صغيرة وصغيرة جدا، يعني 0.2 أصفار 1، يعني رقم تقريب 5 سنت اقتطاعات مهما يكون المبلغ اللي تحب تسحبه. وكما قاعدين تشاهدوا أصدقائي في الملاحظة المهمة، الحد الأدنى للسحب للليتكوين هو 0.1 لايتكوين. كما وضحنا الصورة الآن، على سبيل المثال باش نسحب 0.11 من عملة الليتكوين كتبناها في هذا المكان. لكن قبل ما نقوم بعملية السحب نرجع إلى الفوسيت باي الخاص بي باش نشاهدوا رصيدنا من الفوسيت باي، هو 0.14. نرجع إلى الباي بيت وباش نقوم بعملية السحب الآن. سمحوا لي طولت عليكم لأن بالتفصيل شرحنا أصدقائي. نضغط على سوميتر باش نسحبو الآن. يطلب منا verification البريد الإلكتروني، ما عليك إلا تضغط على obtainer le code باش يوصلك الكود على البريد الإلكتروني، كذلك authentication هذه الجوجل التطبيق اللي قلت عليه جوجل authentication، ما عليك إلا تحمله وتربطه بالبايبيت. على كل، وضغطنا على confirm بعد ما عملنا التأكيدات الاثنين اللي قلنا عليهم، وتضغط على configure وتم عملية السحب بنجاح. ضغطنا على ديبوزيت في الفوسيت باي الخاص بينا، وكما قاعدين تلاحظوا الترانزاكشن لايتكوين و 0.11 اللي احنا ارسلناه من البايبيت الى الفوسيت باي الخاص بينا. وفي 23 سبتمبر 2022 ما علينا الا ننتظروا 6 كونفيرميشن بيوصل لنا الارباح والا اللايتكوين الخاص بينا في المحفظة الخاصة. وكما قاعدين تلاحظوا انتظرت تقريبا ربع ساعة وصارت الكونفيرميشن. الآن نضغطوا على overview باش نشاهدوا من 0.14 اصبح لدينا في رصيدنا 0.25 لايتكوين. هذه طريقة السحب من حسابنا في البايبيت دون اشكال، وعملية ليست بالصعبة. ان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات قادمة تخص العمل وربح الانترنت من قناة عالم امين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.